كلنا عارفين بلي أنه اليهود هم اليهود، نقضة العهود وقتلت الأنبياء في كل زمان وفي كل مكان. حالهم على المسلمين مبني على الحقد والحسد والغدر وحتى الإيذاء. اليهود كيف ما كان عارفوا بلي أنهم هم ماشي من أصحاب الحرب، ولكن من أهل الدس والمؤامرة. فعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما شافوا بلي أنه مولانا نصر المؤمنين في خيبر، أمروا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وغادي يهديه واحد الشات مسمومة باش يقتلوه، ولكن واش كلاها، واش مات مقتول أو لا شهيد؟ ابقوا معايا في هذه الحلقة الخفيفة باش تعرفوا هذه القصة بتفاصيلها وتزيدوا في قاموس معرفتكم اليوم شي حاجة مفيدة دينا ودنيا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. شوفوا اليوم ما كنتش غادي نطلع لكم، ولكن بما انني كنقرا بزاف ديال التعليق ديالكم كتقولوا لي ما كرهناش نديروا حلقه كل نهار، وبطبيعه الحال حاليا هذا الامر شبه مستحيل، فقلت اجي ما نعاودش نتعطل عليكم ونحط لكم حلقه اليوم. كيف ما كتشوفوا راني كندير لكم نهار ايه نهار لا، ولكن كيجيو شي نهارات لي لا اله الا الله كنعيا فيهم. اليوم راه تقاتلت باش نحط لكم هذه الحلقه واخا فيها غير دقائق معدوده، وهذا بطبيعه الحال كله كنديروا محبه مني لكم وباش نجازيكم على المحبه ديالكم من جهتي، باش تكون من الاوائل اللي كيوصلوهم الفيديوهات كيف كيتحطوا. ما تنساش انك تفعل جرس القناه لتحت، وكيف كنحط الفيديو غادي يوصلك انت الاول. اذا كنتوا باقيين عاقلين بلي انه اخر سؤال حلقتنا الدينيه كان هو ماذا كان اسم الدابه اللي طلع من فوق منا سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء، وطبيعه الحال جوابكم كان صحيح اللي هو البراق. اما سؤال حلقتنا اليوم ما عرفش شكون اللي غادي يعرفوه ولا لا، ما هو الطائر الذي تكلم كما ورد في القرآن الكريم؟ وبطبيعه الحال اذا ما كنتيش عارف ماشي مشكل انك تقول لي راني ما عرفتش، فخلي ما تطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. شوفوا من كمال العنايه الالهيه بالحبيب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى عصمه حفظه من الناس، لقوله تعالى والله يعصمك من الناس. وهذا الامر تجلى بزاف المعجزات اللي وقعت ليه عليه الصلاه والسلام، ومنها معجزه كلام الشات المسمومه من بعد انتصار غزوه خيبر. فباختصار مفيد غادي نتكلم لكم على غزوه خيبر اللي هي غزوه من غزوات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ضد اليهود نتاع خيبر، واللي كان سببها انه اليهود ديال خيبر غادي يجيو لعندهم او اوى رؤساء يهود بني النضير اللي خرجهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من المدينه، وبداو بتحريض بعض القبائل العرب ضد المسلمين. في الاخير غادي يغلبوا المسلمون في هذه الغزوه على اليهود. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما حاصر خيبر غادي ينزلوا عند الصلح ويصالحهم، قال لهم بقوا في ديوركم والمزارع ديالكم وحنا غادي نوفروا لكم الحمايه، انتم يا اليهود ندخلوا تحت دولة الإسلام وتحت حكم رسول الله، ولكن تعطونا الجزية على الأراضي. سيدنا رسول الله أحسن إليهم، ما هدم لهم لا كنائس ولا صوامع، ما قتل منهم حتى شي حد، وما سلبش منهم لأولادهم ولا عيالاتهم، قال لهم انتم بقوا على حياتكم ولكن دخلوا من الظل ديال حكم رسول الله وتعطوا الجزية كيف قلت لكم. فرحوا اليهود بهذا الإحسان. جات مرأة يهودية بطعام وحطته ما بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن من قبل كانت سولت أي طعام أحب إلى رسول الله، قالوا لها الذراع، وهي تمشي تكثر فيه السم. كانوا اليهود آنذاك معروف عليهم أنهم عندهم فن السموم، والسم راه شي حاجة اللي هي قديمة عند البشر، كان موجود في عهد الفراعنة، كان عند الرومان اللي تيقتلوا بعضهم البعض به، واللي عندهم فيها أنواع ومحترفين فيها. كاين السم اللي ما فيه لا لون لا ريحة لا طعم، وكاين في هذا السم اللي كيقتل ديك الساعة، وكاين اللي كيقتل على مدة. الحارث بن كلتا في الخلافة ديال أبو بكر غادي ياكل من طعام قدته واحد اليهودية للخليفة، فبدا كياكل هو الحارث اللي هو طبيب من أطباء العرب وكيعرف التركيبات ديال الدواء. لما سلام من الماكلة غيقول الحارث لأبي بكر يا أبا بكر راه كلينا سم ما سنة، زعما كلينا سم كيقتل من بعد سنة. هذا الطبيب قدر يعرف من الطعم أشنا هو النوع ديال السم اللي تحط ليه. قالوا لما كملت سنة مات أبو بكر والحارث في يوم واحد. نرجعوا لقصتنا، اليهوديه حطت لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام سم كيقتل ديك الساعه. لما جلس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وخذ من هذاك الذراع نهش منه ونهش منه باش ياكل، وهنا كتجلى العنايه الالهيه باش انه نطق الله ذراع ديك الشات، فقالت للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لا تاكلني فاني مسمومه. غادي يحط رسول الله ديك الساعه وغادي يقول الاصحاب ديالو باش انهم يحبسوا ويرفعوا يديهم على داك الطعام، الا واحد من الصحابه غادي يسرد ديك اللقمه. سيدنا رسول الله قال لهم عيطوا لي على اليهود اللي كاينين هنا، عيطوا عليهم وقفوا قدام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال لهم يا معشر اليهود هل انتم صادقين ان سالتكم عن شيء؟
قالوا ليه نعم غادي نكونوا معاك صادقين. وهو يقول لهم صلى الله عليه وسلم من ابوكم؟ كهنا كان كيختبرهم قبل ما يسولهم على السم. وعلاش سولهم شكون هو الاب ديالهم؟ لانه هاد اليهود كان ليهم واحد الجد اللي هو جبان وما كانوش كيفرحوا باش انهم ينتسبوا ليه. وكاين جد واحد اخر لمجموعه واحد اخرى من اليهود اللي كان شجاع، فاذا سئلوا فمن باب الافتخار كانوا كينسبوا راسهم لهذا الجد اللي هو شجاع. المهم جاو دوك كبار اليهود والشيوخ ديالهم وقال عليه الصلاة والسلام هل أنتم صديقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال لهم شكون هو باكم؟ قالوا ليه أبونا فلان. نسبوا راسهم لذاك الأب الشجاع ولكن في الأصل جدهم هو ذاك الجبان. قال لهم رسول الله كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا ليه صدقت. عاود سولهم رسول الله هل أنتم صديقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا ليه نعم. قال لهم من أهل النار؟ قالوا ليه نكون فيها قليلة ثم تخلفون فيها. قال لهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كذبتم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها. وهو يقول مرة أخرى يا معشر اليهود هل أنتم صادقين سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال لهم علاش؟ انا احسنت اليكم ودخلنا للبلد بكل هدوء. واصلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مشاش لخيبر حتى هما بداو الحرب. كانوا يهود خيبر يمدون يهود المدينه لقتال رسول الله وكيعاونوا المشركين حتى هما باش انهم يقتلوه، ولكن هو جا باش يأدبهم. قال لهم اذا بقيتوا في ديوركم من غير ضرر علينا غادي نخليوكم، ولكن نتوما بكثره الاعتداء علينا جينا نفتحوا بلادكم وفتحناها واحسننا اليكم، علاش تعاملوا معنا بحال هكا؟ قالوا لي بغينا نعرفوا ان كنت ملكا ان نتخلص منك، وان كنت نبيا فلا يضرك. وخف القرارات ديال الانفس ديالهم كانوا عارفين بلي انه نبي، ولكن اصلا مولانا وصف اليهود قال عليهم وقتلهم الانبياء بغير حق. هما اصلا خدامين باش يقتلوا في الانبياء. قالوا ليه؟ قالوا سيدنا رسول الله من اخبرك بذلك؟ قال لهم اخبرتني هذه الدراع. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غادي يعيط على المراه اللي حطت هذا السم وحكم عليها بالقتل حيتاش قتلت هذاك الصحابي اللي مات. السم اللي حطوه اليهود كان قوي على رسول الله، الا انه مولانا وقف الاثار ديالو على العروق والقلب على سيدنا رسول الله. فمن بعد ما دازت 4 سنين تقريبا على هذا الحدث سيدنا رسول الله قال لعائشة رضي الله عنها لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. باقي ما زال كنحس بأثر السم اللي سمتني به ديك اليهودية. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة كان تيجيه ألم اللي عارف أنه من أثر السم، ثم قال وهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر هو الشريان الكبير اللي تيغذي القلب بالدم، يعني صافي وصل للموت. وفعلا بدا به مرض الموت عليه الصلاه والسلام. بدات الحمى والجسد كيخدم فيه داكشي اللي حطوه من سم من بعد ما وقف مولانا الاثار ديالو حتى تمت رساله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فقالوا بلي انه جمع الله لنبينا ما بين منزلتين، منزله النبوه والشهاده في سبيل الله. اما ختاما هذه القصه نتاع الشات المسمومه هي حقيقه ثابته اللي كتبين بلي انه اليهود هم اليهود على مر التاريخ والعصور منذ عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا. دأبهم دائما هو الخيانه والغدر والتآمر، وبلي انهم مصدر خطر كبير وشر مسيطر على الاسلام والمسلمين اللي كيخصنا نحضروا راسنا منه. وهذه هي قصتنا اللي كانت اليوم، واخا قصيره خفيفه قلت نطلع عليكم بها وما نخليكمش بلاش. دمتم في رعايه الله وحفظه. اذا عجبك موضوع الفيديو ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب، لان هذا الامر كيفرحني وكيخلي هذه القناه باش انها تزيد تكبر وتستفد اكبر كميه من الناس. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.